بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء من إيه؟ أتمنى تكونوا بخير دايما. ده آخر فيديو في فيديوهات سلسلة فيديوهات المراجعة النهائية. هنا هنحل 5 امتحانات، دول امتحانات السنة دي اللي هو الترم ده 2024. زمايلكم طبعا امتحنوا في محافظات تانية، أي حد يقول لي إزاي لسه امتحانات في محافظات تانية؟ حضرتك بتمتحن، هو كله بيمتحن مع بعضه، ولكن حضرتك ممكن بتمتحن مثلا أول مادة عربي بعد كده جبر وهندسة، ممكن يكون بيمتحن مكان الجبر انت بتعمله ده بيمتحن هو انجليزي. ففي محافظات امتحان، تعال بقى نشوف حل المحافظات دي. اول حاجه محافظات ابنائنا في الايه؟ في الخارج. اللي هم بيمتحنوا في الصفات. خد بالك الامتحان ده بيبقى صعب جدا مش سهل. عم is talking to his friend ناصر about his favorite sport. عم بيتكلم مع زميل ناصر عن رياضته المفضله. فرقم واحد عندي سؤال فوق بيقول لك what is your favorite sport؟ قال له I like tennis. فساله سؤال قال له I prefer فوتبول. يبقى ماذا عنك؟ انت كمان بتعمل ايه؟ يبقى هاو اباوت يو. هاو اباوت يو، ماذا عنك انت كمان؟ يعني انت كمان بتعمل ايه؟ او ممكن تقول نفس السؤال اللي سالوه فوق وات از يور فيفورت سبوت تو، وتحط برضه كلمه تو في الاخر معناها ايضا. رقم 2 بيقول له وين دو يو بلاي ات، بتلعبه امتى؟ فممكن اقول له مثلا اون فرايداي، اون فري تايم. ممكن تقول له فري تايم في وقت الايه؟ الفضاء او الوقت اللي انا فاضي فيه. ماشي تمام. نمبر 3 عندي بيبقى اجابه فبيقول له اي ام سوري بات. قال له حاجه، قال له اتس ايزي اي كانت تو يو بات اي كانت دو ات او اي دونت. ممكن تقول له اي دونت نو هاو اي بلاي ات، يعني ما بعرفش ازاي العبها. ممكن تقول له اي كانت بلاي ات، ما بعرفش العبها. فقال لك سهل جدا هعلمك. فطبعا واحد بيقول لك هعلمك، فتقول له انا مثلا ثانكس او اتس جود نايس، اي اللي انت عاوزه قوله. رقم 5 عندي قال له وي كان ميت ات ذا كلاب، احنا ممكن نتقابل في النادي. فبتقول له اين، اين نستطيع ان نتقابل، اين، وتحكي في لحظه معلمتك كان وي ميت. يبقى نعكس من تحت زي ما علمتك بالمنظر ده. نقول له وي، لازم نحط هذا الاستفهام الاول الصح وبعد كده تعكس من تحت زي ما علمتك. الموضوع سهل جدا، بس ما تقولش از ذا كلاب، انت كده حطيت الاجابه في ضمن السؤال. السؤال اللي بعديه عندي كلمه ديل. ديل معناها زي صفقه، بي معناها يدفع، اسيستنت مساعد، بيد دفع، ماشينز الات، وكابت سجاد. طيب رقم 1 هنمشي قبل النقط. قال له الكتريك كهربي، حاجه بتكون كهربائيه، ماشينز الات. نمبر 2 اي اسكد ذا تشوب، انا سالت حد، يبقى اسيستنت. نمبر 3 همشي قبلها كلمتين، اي اجريد اند، انا وافقت، وي دفعت، بيد. نمبر 4 ات ووز ا جود، انه حاجه كويسه، جود ديل. طيب هنا الكلمه دي تعالى نقراها. جولد ار ماتيريالز ويز لافلي كلر، ات از ايزي تو بي شيبد از جولد از سوفت، ات كان بي بيتن انتو ا فيري ثين شيت، اند ات كان اولسو be drawn out into very nice wires. يعني ايه very fine wires؟ معناها ان الذهب هو معدن نادر والوانه جميله، ممكن اشكله وكان ان هو بيكون طري او ناعم، وممكن كمان ان انت تخليه في عمل تعمل منه شيتات. يعني ايه شيتات يا مستر؟ يعني زي شكل ورقه كده، ممكن تثنيه او ترفعه وتعمل منه زي wires اسلاك. Gold is an excellent material for making beautiful objects such as jewelry. الذهب هو معدن كويس جدا، ممكن تعمل منه مجوهرات، زي ممكن تعمل مجوهرات، تعمل منه حاجات نلبسها زي خواتم وكده. The ancient Egyptians prized gold so much that they believed that gold belongs only to their kings. المصريين القدماء كانوا بيقيموا او بيقيموا الذهب ده جدا لدرجه ان هم بيقولوا ان الذهب فقط للملوك. So they bought many gold objects in their throws، عشان كده كانوا بيحطوا العديد من الفروز التامس، العديد من المجوهرات والذهب داخل فين؟ داخل المقابر المصريه القديمه. The Egyptians were very clever، المصريين كانوا اذكياء جدا. Gold misses as they could beat gold into sheets. The gold which is used to make jewelry is usually mixed with other metals. بيقول لك ان الذهب ده علشان لما يجي منه مجوهرات ما بيعملوهوش لوحده، عشان ده بيبقى طاري، ان انت لو لبست مثلا خاتم من الذهب الخالص ده ممكن يكسر في ايدك بسهوله. This note only makes
ذا جولد جويل تشيبا بات اولسو هاردر، بيضيف عليه زي النحاس او حاجات تانية ميتال ثانية عشان يخلوه اقوى، مش فقط عشان خاطر رخيص. بيكوت ات ووز سكيرس اند ذا فور افيلابل، انه بيخليه قيم. جولد ووز فورمالي يوزد از ماني، ممكن كان الذهب يستخدم كنوع من انواع المال. ازاي؟ من الكانترز كيب جولد ان بانكس، العديد من الدول بيحطوا الذهب في البنوك. They can change this gold into money by selling it to other countries، بيخلوه زي احتياطي كده من الذهب، وممكن اي دوله ثانيه تعمل عمليه شراء الذهب ده وتديهم مكانهم فلوس يعني. About two third of all the gold in the world is kept in this way، ثلثي الذهب في العالم بيحفظ بهذه الطريقه. Gold is usually buried deep underground، بيحفروه وبيدفنوه تحت الارض. It can also be found in rivers and seas، ممكن كان نجده في البحار والانهار. But it would cost far more money to be extracted than the gold is worth، لكن ده هيكلفك فلوس كتير جدا ان انت ممكن تستخلصه من البحار والانهار، مش زي المصدر بتاعه الاساسي. كلمه the underlying world price، برايس معناها انهم بيقيموه valued. جولد از الذهب بيكون رير، قال لك عليها فوق اهو في السطر الاولاني جولد از اي. نمبر 6 هاو نمبر 4 نمبر 3 ذا فيروز نو جولد ان ذا تامس، يبقى بارد هو قال لك عليها هي يا شباب الاجابه ايه؟ اللي هم معناها بيحفروا بالفرانه بيدفنوا الذهب في المقابر. Why is gold considered an excellent material for making beautiful objects؟ ليه الذهب هو حاجه كويسه جدا عشان نقدر نعمل منه مجوهرات جميله؟ قال لك it's easy to be shaped، ان ممكن ايه؟ سهل التشكيل بتاعه. As gold is soft، ان هو ناعم. It can be beaten into view، طبعا نهايه الايه؟ نهايه السطر بتاعتك. تمام؟ فدي الاجابه هتكون نمبر 4. نمبر 5 why is gold easy to be shipped، ليه سهل؟ طبعا الاجابه نفس الموضوع، because as is so soft، ان هو ناعم جدا. How can gold miss make gold harder، ازاي الناس اللي بتعمل الذهب دول بيخلوا الذهب اقوى؟ طبعا هو قال لك ان هو بيخلطوا معاه مواد ثانيه، او jeweler is mixed with other materials، ان هم بيخلطوا معاه مواد ايه؟ مواد اخرى. نخش على جدول التشوز. رقم واحد نوت از ا ليرنينج ديسابيلتي ويتش افكت ريدنج اند رايتنج، حاجه بيكون عندك صعوبه في القراءه والكتابه. ديسلكسيا، ديسلكسيا معناها صعوبه القراءه والكتابه. It is very important to recycle all the paper، انه من المهم انك تعمل عمليه تدوير للورق. نضيف كلمه recycle اللي هو يوز يعيد استخدام. وي توك نحن اخذنا حاجه تو كوز ذا نايل، خدنا حاجه عشان نعبر بيها النهر اللي هو اسمه ريفر النهر. النايل النيل، الفيري عندنا يبقى فيري اللي هو فيري معناها ايه؟ العباره. وي سبيس سام ساندوتش فور اور دينر، احنا حاجه بعض السندوتشات للغداء للعشاء قصدي، يبقى اوردر معناها رتبنا او حضرنا. And not is a place where children was with no parents live، مكان بيكون عايشين فيه ناس اللي ما عندهمش اباء او امهات، يبقى اورفنش معناها دار ايتام. يبقى كتير في الامتحانات. The suffix النهاية not gives the noun of the verb agree، حاجة تديك عشان نجيب النون اسم فعل agree، عندنا agreement معناها اتفاق. طيب نخش بعد كده في السؤال بتاع رامي. isn't at home، رامي مش في البيت. نادر isn't at home too، بيقول لك ان برضه الشخص ده مش ايضا مش في البيت، يبقى تو. نمبر 2 وي وير فيري، طبعا ان الفعل انا اسف ان الصفه اللي بتطلع الاي دي او الاي ان جي، يبقى كتير في العصر برضه عمال اقول لك خد بالك منها، مفيش امتحان ما جاتش فيها، يبقى اكسايتد هنشيل منها ال هنشيل منها الاي الاي ان جي ونحط الاي الاي دي، يبقى اكسايتد اهي شلنا منها الاي ان جي وضفنا الاي دي عشان هو بيوصف وي نحن ناس عقلاء. I have lived in this city، طبعا مكان كلمة for قبل كده، مكان كلمة since، قلنا نحط كلمة for، فور بنحط مكان كلمة ايه؟ since. Number 4 I have never space drive a car، طبعا هنا عاوز الماضي عشان التصريف التالت، عشان في فعل في have وال have لازم يجي التصريف التالت، يبقى driven اللي هو عندي فعل ان بس في الاخر. وطيب كده معظم الصفات او انا اسف معظم الافعال التصريف التالت بتاعها من ديفلال ايه؟ ال اي ان في الاخر. اللي بعديها برضه من الجمل اللي ما فيش امتحان ما بيطلعش منه، ذا ترين تو الكسندريا، القطر الى اسكندريه نوت ليف ان 5 مينتس، يبقى ليفز هندفله
الايه الاس عشان ده في وقت في الايه في الجمل او في وقت في الزمن، يبقى لازم نحط لها الايه الاس ده زمن المضارع البسيط. محافظه تانية هي محافظه مرسى مطروح، وهي محافظات برضه امتحنت. نادر is talking to علي about his favorite spot. نادر بيتكلم مع علي عن رياضته المفضله، فكم واحد جابه، ففوق السؤال بيقول لك what is your favorite spot، ما هي رياضتك المفضله؟ ما تقولش اي حاجه الا لما تكمل عشان تعرف ما هي المفضله، ما تقولش اي جمله، يعني ما تقولش فوتبول، ما تقولش تنس، لازم تكمل. فبيقول له did you watch the last world cup، خلاص يبقى بقى في كلمه ماتش او world cup يبقى فوتبول. ممكن تكتب كلمه فوتبول على طول، او ممكن تكتب له my favorite sport is football، فالاجابه برضه ايه صحيحه، الاثنين صح. رقم اثنين اجابه، ففوق السؤال بيقول لك do you watch، يبقى خلاص يبقى بيس او بنو، ان السؤال بمعنى هل، يبقى yes sure او yes of course او yes I did. نمبر 3 سأله سؤال قال له I felt happy، انا شعرت بالسعاده، ماذا شعرت؟ تمام كده، او ما او ماذا شعرت؟ what، حط في did عشان ده ماضي، what did، واحجز من تحت بين الاي والفيل، what did you feel، ماذا انت ايه شعرت. نمبر 4 رقم 4 سؤال، فتحت قال لك I watch the final match at home، انا اتفرجت عليه في البيت، يبقى اين، صح كده، حط اين اهو عشان where، وحط جد عشان ده في الماضي، واحكس من الاي والواتش، يبقى وين وي ديد يو واتش، متى، انا اسف، اين انت اتفرجت عليه، اتفرجت عليه فين يعني. نمبر 5 بيقول لك هنا دي اجابه، ففوق بيقول لك وات ار يو وات ار يور هوبيز فور ذا ايجيبشن ناشونال فوتبول تيم، ما هي امانيك للفريق المصري انه يكسب. اي هوب زي بلاي ويل، يعني انا بقول له اتمنى ان هم يلعبوا كويس، انت اي حاجه بقى تتمناها ليهم اكتبها، مش ناقصه بلا فريق مصري بلا فريق عربي. طيب جريتلي معناها بعظمه، او جاي من كلمه جريت عظيم، يعني ديسكاونت تخفيض، يونيفرستي جامعه، ووز كان في المفرد، للمفرد في الماضي، كليفر ذكي، وي معناها كانوا في الماضي. رقم واحد نمشي قبليها، شي جوت اسكول شيب، هي قصت على جاي منحه، اكيد طبعا منحه في الجامعه يونيفرستي. نمبر 2 بيكوش از نوت كمبيوتر بروجرام، ان هي كانت حاجه كمبيوتر بروجرام، يبقى شي شي از كليفر، ان هي ذكيه. نمبر 3 منى نقط، بدل في كلمه ايبل تو ومنى دي مفرد، ناخد الووز. نمبر 4 ايبل تو كريت ان اب ذات هيلب الدكتورز جريتلي، بيساعد الدكاتره العظماء، يبقى 4. خد بالك السؤال ده في ناس بتقول لك يا مستر انا بقف فيه، طب ما انت لازم تقف في السؤال ده ليه؟ اول حاجه السؤال ده محتاج حد بيعرف يترجم، والناس الضعيفه في اللغه مش هيعرف يترجم الجمله، تمام؟ انا باجي احل السؤال ده زي ما انت شايف ما بيقراش القطعه كلها، انا في ايدي اقرا القطعه كلها، بس انا بحاول اقول لك وبص عليك اقول لك لا ترجم الكلمات اللي فوق وامشي قبل الجمله كلمه او اتنين وترجمها، ان في ناس مش هتقدر تترجم القطعه كلها، يبقى السؤال ده محتاج انك تترجم الكلمات الاول صح، لو انت ما عرفتش تترجمها مش هتعرف تحل. واحد زائد بيساوي اثنين يا شباب. ما عرفتش تترجم الكلمات اللي موجوده فوق دي هتهبد من الاخر. ترجمها وبعد كده ابدا امشي قبل النقط كلمه او اثنين وابدا حل. غير كده هتتلخبط. طيب نخش على كده في القطعه. Education is the most important thing in our life. التعليم هو افضل شيء في حياتنا. First of all في البدايه Education gives us the ability to read and write. بيدينا القدره ان نقرا ونكتب. It helps us to understand the world around us. بيقول لك ان هو كان بيخلينا نفهم الدنيا حوالينا. في حد هيقول لك يا مستر هو لازم عشان احل القطعه لازم اقراها؟ لا يا عم مش لازم اقراها. طب وريني يا مستر كده تعرف تحلها من غير ما اقراها ازاي؟ تعالى. يعني القطعه اهي انا كملت ثلاث حصص تاني وهقول لك ازاي نحلها من غير ما نقراها. طيب وده امتحان جديد انا لسه ما اعرفش عنه حاجه بعد. The passage is mainly about القطعه بتتكلم عن ايه؟ جايب لك في اول سطر اهو بتتكلم عن education. التعليم. نمبر 2 education give us the ability to، ندور كده على كلمه ability بيدينا القدره على. طيب او ability او ability to read and write يبقى بيدينا communication اللي communicate يعني التواصل. نمبر 3 education helps people to get not professions. طيب ندور كده على كلمه professions بيقول لك التعليم بيساعد الناس انها تحصل على حاجه professions. طبعا professions زي ايه؟ معناها وظائف. بيقول لك قبليها كلمه high level يعني مستوى عالي، يبقى اكيد بيجي له كلمه good وظائف جيده يعني. طيب what does the underline pronoun they؟ they دي تمام كده؟ ادي they اهي بيقول لك they always have high hopes. طيب they يعني هم بيقول على حاجتين او اثنين ولازم يكونوا عقلاء يعني هم. طيب هنمشي قبليها
انت تقول على البيرنتس الوالدين. طب ليه مثلا ما خدناش دكتورز او انجينيرز؟ لا دي امثله، دول امثله بيقول لك ازاي هم دائما عاوزين او بيعملوا لاولادهم يبقى بلادهم يبقى كلمه بيرنتس الوالدين. طب انا لسه ما عرفتش اجيبها اعمل ايه؟ خد من النقطه اللي قبليها دي لحد انت تمشي قبليها مش بعديها، باخد من النقطه للنقطه اللي فوق من اول كلمه بيرنتس للاخر عندنا تحت. طيب هاو تو بيرنتس لايك ذا كيدز تو بي، ازاي الوالدين عاوز يخلي اولادهم يبقوا ايه يعني بيعملوا ايه لاولادهم؟ طبعا ادور على كلمه بيرنتس ايه خط ايه، يبقى دي بيرنتس also دريم ذات اول كيدز، وكملت الجمله لحد اللي هو لايك دكتورز انجينيرز اوفيسرز او اني هاي ليفل بروفيشنز وهكذا. لما يحصلوا وظائف جديده زي الدكاتره والمهندسين والظباط واي وظيفه ليها يعني حاجات عاليه. رقم 6 Do you agree with the writer that good education is important for everyone؟ اعتقد ان اعتقد مع او انت موافق مع الكاتب ان التعليم هو شيء مهم؟ يس. طب ليه؟ قول له اجابه. All our goals can be achieved through education. او ممكن تقول education improves the quality of life. اي اجابه تكتبها اجابه صحيحه، ان هو بيحسن من مستوى حياتنا، ان هو بيخليك تحقق اهدافك وهكذا. نخش بقى كده في التشوز. نوت از مسج، مسج خلاص يبقى ايميل، ما تكملش الجمله معناها رساله يبقى ايميل. لوتس اوف قاعدين من حد وينت تو ذا ستاديوم، بيروحوا للاستاد تو واتش، خلاص بقى يروحوا للاستاد يشاهدوا، يبقى سبيكتورز المشاهدون. A mechanic repaired our car last week. ميكانيكي بيصلح عربيتنا اللي صلح عربيتنا الاسبوع اللي فات. The same repair fix معناها يصلح، الاجابه الثانيه. To get the opposite of the word عشان نجيب العكس من كلمه agree يبقى disagree اللي هو من دفلها الاولى دي اي اس. Everyone likes محمد صلاح، كل شخص بيحب محمد صلاح. The footballer كلاعب كره قدم. He is هو بيكون popular مشهور. That man works with a charity، هذا الشخص بيشتغل في جمعيه. To help old people عشان الناس الكبيره. That means he is a معنى كده ان هو بيكون ايه فولنتير متطوع. طيب جاب لي كده في امتحان من امتحانات كلمه اسمها ايبل تو، قلنا نحط بيها الووز او الوير، تبقى ووز عشان خاطر ما يفاظها مفرد. طيب نمبر 2 I have never. طيب الهاف والهاز قلنا بيجي بعدها التصريف الايه؟ التصريف الثالث، التصريف الثالث بتاع وين؟ 1. رقم 3 برضه من الحاجات اللي كل شخص في امتحانات هي الصفه من ديفول اي الاي دي والاي ان جي، طبعا شيل الاي دي ونحط الاي ان جي يبقى انترستنج. طب ليه؟ عشان هو بيوصف قبليها الانجلش ليسون. نمبر 4 ذا ترين نوت ان لوكسو اس 7، خلاص حدد وقت في الجمله. سامع حد بيقولها؟ قال لها مثلا بنضيف ايه؟ اس للفعل. نمبر 5 ات از انها بتكون نوت جود تو باي كلوز ان شوبس ذان، طبعا في كلمه ذان وقلنا ذان بتضيف اقل صفه او كلمه مو، بس خد بالك ان صفه جود صفه غير منتظمه، فمكان كلمه جود هتبقى كلمه اسمها ايه؟ بيتر. طب لو كان في ذا كانت هتبقى ذا بيست. طيب تعال نخش في الامتحان الثالث، المحافظه الثالثه لمحافظه دمياط. هالا از توكينج تو عبير، هالا بتتكلم مع عبير اباوت ان انترستنج بوك، بتتكلم على انترستنج بوك الكتاب الايه الشيق. هلو هالا، ازيك يا هالا؟ وات ار يو دوينج، بتعملي ايه؟ طبعا هي قالت لك بتعمل ايه؟ في كتاب اكيد بتقرا يعني. اي ام ريدنج ابوك. اوكي نمبر 2 سالتها سؤال قالت لها ات از كولد ديفيد كوبرفيلد، بيسمى ديفيد يا ما اسمه يعني وما وات. طب لسه مش عارف اكمل اللي بعديها، قلت لك قبل كده هات من تحت يعني الموضوع سهل، او احجز من الات والاز يبقى وات از ات كولد. طيب نمبر 3 هنا عندي رقم 3 اجابه، ففوق السؤال بيقول لك از ات انترستنج، هل هو شيق؟ طبعا هنجاوب يس ونو، يس ات از او يس شور او يس اوف كورس، اي اجابه صح. نمبر 4 سالوا سؤال قال له ات ووز ريتن باي تشيلز ديكنز، يبقى نقول له كيف كتبت يعني، انا اسف من كتبها؟ قال لك ان كتبت عن طريق تشارلز ديكنز، ده الشخص كتبها، مين كتبها؟ صح كده؟ هو يا مستر مش عارف اكمل اللي بعديها، اعمل ايه؟ اعكس من تحت يا حبيبي، هو ووز ات ريتن باي، ما تكتبش اسم الشخص، او ممكن تقول له هو رايت ات، مين كتب الكتاب؟
كلها اجابات صحيحه، مش عارف تكمل اللي بعديها بعد انا اهم حاجه عندي هات الاستفهام الصح اللي هي الهو او ويتش او وير، دي هي الصح لازم تحفظه، وبعد كده بنجيب من ده بنعكس بتاعته ونحل. رقم خمسه بيقول له كان يو لند مي سام بوكس، يعني كان معناها هل ممكن تسلفني، يبقى يس شور او يس يو كان اللي انت عاوزه تكتبه. طيب السؤال اللي بعديه از معناها يكون للمفرد، بليسز اماكن، مسج او مسج معناها رسائل، بيراميدز اهرامات، معناها يكون للجمع، وانشنت معناها قديم، انشنت تلاقي مع حاجه قديمه يعني. طيب رقم واحد خد بالك القطعه دي هنقابل كده في امتحان من امتحانات برضه، فخد بالك من القطعه دي مهمه جدا. رقم واحد نمشي قبليها اي يوجوالي سند زيم، انا دايما ببعت لهم ايه اكيد مسج رسائل. نمبر 2 going to، في going to، going to بتاخد الام والايز والار ده في الجامعه عندك، فنشوف قبليها هنا 1 معناها مفرد يبقى الايز طبعا. خد بالك لان الامتحانات اللي احنا حليناها برضه الامتحانات السابقه دي بتجيب منها حاجات اهو، ده كان موجود في الامتحانات السابقه. طيب نمبر 3 فيستنج ذا بيزور حاجه، بيزور اكيد الاهرامات. نمبر 4 فول اوف مليئه بنقط تريشرز، مليئه بالحاجات القديمه، يبقى انشنت تريشرز معناها كنوز قديمه. تمام؟ اوكي. تعال نخش بعد كده في القطعه ترافل هاز بيكم ماتش ايزر ذان ايفر بيفور، السفر بقى حاجه سهله جدا وارخص من قبل كده. بيبول بيجن تو جو اون جورنيز، الناس بدات تروح للرحلات. All over the world much more often than they used to in the past. الناس بتسافر اكتر من كان بيسافر في الماضي. Now as the start of the new century في نهايه في بدايه القرن الجديد travel has become a major industry. بقى عباره عن السفر ده حاجه زي الصناعه للصناعه بقى اصبح صناعه رئيسيه. Some people travel on business. في ناس بتسافر للبزنس. While others go about to study. في ناس بتروح عشان تذاكر او للدراسه. but by far the greatest number of people who travel to other countries are tourists، ولكن في ناس بتروح كسياح، يعني في ناس بتروح كان ان تتعلم، في ناس بتروح لشغل، في ناس بتروح سياح، دول افضل. tourists visit other countries to spend their holidays، بيروحوا عشان ياخدوا اجازاتهم. كلمه their دي بتعود لمين؟ بتعود على التورستس السياح. their holidays اجازاتهم يعني they to see the world and to observe another culture عشان يستفادوا من عشان يشوفوا الدول دي في يشوفوا الدول الجديده دي ويستفادوا من الثقافه بتاعتها. Tourism السياحه is one of the fastest growing industries in the world today. السياحه هي واحده من اكثر الاعمال الصناعيه اللي بتزداد الايام دي. When people travel to another country لما الناس الثانيه بتسافر لدوله اخرى they spend money there طبعا بينفقوا فلوس او بيصرفوا فلوس. In hotels في الفنادق، restaurants المطاعم، and on buying souvenirs وكمان بيشتروا هدايا تذكاريه. This is good for the economy of the country they are facing. ده بيكون حلو اقتصاد الدوله. Making friends with people from other countries is another benefit of tourism. الناس كمان اصدقائهم كمان ان هم من نفس الدوله بيستفادوا جدا من السياحه دي. Because this is one of the ways in which people of different races and culture can begin to understand each other، وكمان بتخليك انك الناس دي تفهم الحاجات المختلفة والثقافات المختلفة اللي بيخليك تفهم العالم حواليك. تمام؟ طيب the main idea of the text passage الكتاب بيتكلم على ايه؟ طبعا بيتكلم على السفر يعني من فيس اوف ترافلينج بيتكلم عن السفر وباين قوي. رقم 2 making friends can be another benefit ان عمل اصدقاء عشان تعمل اصدقاء من الناس دي ممكن يفيدك بيكوز لان people can forget ممكن ينسوا بعضهم لا people can understand each other بالظبط كده الناس بتفهم بعضها البعض. تمام كده دي الاجابه. the underline زي قلنا زي دي بتعود لمين؟ بتعود للتورست السياح قلناها فوق. why did people begin to go on holidays all over the world more often؟ ليه الناس بدات تسافر او السفر بقى افضل ليها عن كان محتال عليها في الماضي؟ ان هو قال لك اهو all over the world much more often they used in the past. تمام كده دي الاجابه. وممكن ناخدها لحد كلمه industry لحد كلمه الصناعه دي نمبر 4. طيب summarize لخص the last paragraph in text in one sentence. خد بقى من كلمه تخصص دي في بقى لخص اخر paragraph اللي هو بيتكلم على الحته دي لخصها في جمله واحده. ممكن نقول له ايه؟
tourism is one of the fastest growing industry in the world today. دي الإجابة، إن السياحة أصبحت واحدة من أكثر الحاجات الصناعية، من أكثر زيادة الصناعة في العالم يعني، أو زيادة الفلوس في العالم. دي الإجابة كم خمسة. طيب do you think tourism is good for economy؟ هتأكد إن السياحة مهمة للدولة، صح؟ يس. طب ليه؟ ليه السياحة مهمة؟ عشان بيجي بينفقوا الفلوس. أو قال لك this is good for the economy of the country they are facing، تمام كده؟ طب ليه؟ إن هما بيدخلوا لك فلوس. كان فين الإجابة؟ إن هما بينفقوا المال. أي they spent money of their hotels and restaurants and buying souvenirs. السطر اللي قبليه على طول، يبقى دي رقم 6. دي كده كده اتحلت. كم واحد؟ النقط is a place، هو عبارة عن مكان for looking after orphan. السؤال ده كل شوية يجي في امتحان، اللي هو orphan شخص مكان بيعتني بيه الأوفن الأيتام، يبقى أوفن دار الأيتام. نمبر 2 is the unkind of things we say or write about someone online. حاجة بنعملها شيء مش كويس عن اونلاين، يبقى سايبر بولينج الإجابة الأخيرة، وطبعا كتب كده في امتحانات كتير. طيب it was a dream as I was asleep. أنا كنت كان حلم وأنا نايم. جميل. sleep دي عاوز أكسرها أويك مستيقظ. to make a noun عشان نجيب الاسم from the word inform، اسمها information. information اي ال اي ال اي تي اي او ان، تمام كده. huge tankers carry oil، بضرب في حاجات كتير قوي السؤال ده. across seas and oceans. tanker دي is a kind of، طبعا بيقال هنا بيروح البحار والمحيطات، يبقى ship السفن يعني. she feels upset because she has an important exam. كم ايه متضايقه عشان عندها امتحان مهم. هنا ابس دي معناها وورد الان، برضه في امتحان من الامتحانات اللي جت، برضه في او اسئله جت في امتحانات كتير جدا اللي جت. كود بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى عندنا سويم مش سوام. نمبر 2 ذا ميوزيوم از، المتحف بيكون، طبعا هنا برضه هنضيف الاي ان جي للصفه، برضه من امس يعني. مفيش جامعه في امتحان ما جاش فيه اللي هو بتاعت اميزنج واميز، دي في الاي ان جي والاي دي. قلنا بي دي بنفكها الوز لوير او في الماضي، تبقى طبعا هنا تبقى ووز عشان دي مفرد. اللي بعديها لوكس وبلين، برضه هنا في وقت في الجمله، فهنشيل اي ان جي ونضيف الاي الاي دي يا باشا. انا اسف الاس عشان ده زمن المضارع البسيط، وبرضه من كل امتحان بيجي، يبقى بنشيل الاي ان جي ونضيف الاي اس في الاخر عشان ده في وقت زمن المضارع البسيط. ماي فاذر طبعا مكان كلمه هاف هتبقى هاز، وهنجيب التصريف الثالث من الفعل يبقى هاز هاد. طب ليه ما تحطينا هاد؟ عشان هنا لازم اجيب التصريف الثالث من ماي فاذر ده مفرد، يبقى هاز، ونحط التصريف الثالث من الفعل هاد. طبعا انا بتكلم عن اونلاين ايه شوبينج. المحافظه الرابعه هي محافظه الاسماعيليه. احمد هند علي ار توكينج اباوت ذير فيفورت هوبيز، بيتكلموا عن هواياتهم المفضله. رقم واحد عندي سؤال، فقال له I love reading short story، بحب اقرا قصة قصير. يبقى ما هي هوايتك؟ What is your favorite؟ هجيبها طبعا من فوق. What is your favorite hobby؟ ما هي هوايتك الايه المفضله؟ جبتها طبعا من ينج، من فوق من السطر الاحمر اللي فوق. فساله سؤال رقم 2، سؤال قال له I have only one hobby، انا عندي هوايه واحده فقط يعني. كان فوق احمد هو اللي قال له ما هي هوايتك المفضله، فعلي رد قال له هوايتي القصيره، فقال له انا I have، يبقى how about you؟ how about هيقول له هنا how about you، نسأل كده تاني اهو، يبقى how about you ماذا عنك؟ يعني انت كمان ايه؟ ممكن عايزين يقول لك and you، اجابه صحيحه برضه. رقم 3 اجابه، ففوق قال له I have only one hobby، عنده هذا، فقال له I قال له fishing، فقال له يبقى قال له هنا قال له fishing
السيد. طب انت جبتها منين يا مستر؟ هقول لك جبتها منين يا باشمهندس؟ جبتها اهو من تحت مكتوب كلمة ايه؟ فيشنج. طبعا هي مكانها بالظبط كده، مكانها اهو فيشنج، كان ده الطبيعي بتاعها. وموجود على طريقة فيشنج. او جود فور يو، كويس ليك. اي مي جيف ات اتراي سام تايم، حاولت قبل كده ان انا اجربها. فقال له حاجة، قال له اوكي اي ويل ويت فور يور كول. طيب هنا بقى اوكي، فلازم يقول له انا هكلمك، يعني انا سوف اكلمك. يبقى عندنا ده كان اجابه، تقول له اهو اي ويل كول يو، انا هكلمك. فقال لك اوكي انا هنتظر مكالمتك يعني. فقال لك ثانك يو، فطبعا في الاخر تقول له ويلكم، العفو، بتنهي الموضوع. السؤال اللي بعديه نترجم الكلمات ميموريز معناها ذكريات، لايف حياه، كير يعتني بيه، هابينس السعاده، كيرس نفس الكلام بس هو ضفها الاس، وسادنس الحزن. طب تعالى نحل يلا. رقم واحد هنمشي قبليها، a true friend is the person who not for you، الشخص الجاد هو الشخص اللي هو بيهتم بيك، يبقى كير اباوت كير فور يو. نمبر 2 نمشي قبليها، he will always want you، هو دايما عاوز حاجه، عاوز your happiness، عاوز سعادتك. نمبر 3 همشي قبليها برضه كلمتين، friendship will fill you with السعاده، الصداقه هتكون مليئه ب الميمورايز اللي بنسميها الذكريات او الذاكره. نمبر 4 you can remember for the rest of your you can remember for the rest of you، ممكن تتذكرها بقيت ايه؟ بقيت حياتك، طبعا بقى حياتك. خد بالك ان محافظه اسماعيليه محافظه لفه شويه مش سهله. اسماعيليه هنا اكتب بقى محافظته، بقى اكتب عنه شويه. اسماعيليه مانجو فيستيفال از ان انوال ايفنت ان هيلد ان اوغست، الموسم بتاع حصاد المانجا هو بيقوم في شهر اغسطس. The governorate holds it، المحافظة holds it يعني بتقيمها، it بتعود لإيه؟ بتعود على المانجو فيستيفال، تمام كده؟ to celebrate the mango season، عشان تعمل الموسم بتاع حصاد المانجا. Mango is one of the most beloved fruits in our country، هي أحسن حاجة بتحب عندهم في دولتنا أو في دولة بتاعتهم. The festival has many events such as road shows with mango shaped cars, mango cutting competitions and musical shows. المهرجان اللي بيعملوه عشان المانجا ده زي ان هم بيقفوا على الطريق كده، بيعملوا زي عود بالمانجا او عربيات متشكله كده بالمانجا، او ان هم بيقطعوا المانجا في اشكال كده ويعملوها زي musical shows، يعملوها كان زي اغاني كده. The main event take place in Ismailia City، الحدث الأفضل بيكون في محافظة إسماعيلية. Golf Club and محمد علي ستريت، وبيروح كان في شارع اسمه محمد علي. They open the public for free، بيعملوها في الشارع كده مجانا. The festival، المهرجان ده aims to create a memorable and enjoyable experience، وده بيعملوه زي نوع من أنواع المتعة، يعني مهرجان كده المتعة أو للذاكرة يعني. It attracts more tourists and supports local business، وده بيجذب الناس اللي جايه تشتري المانجا والسياح، زي ما تجيب ما تشربش عندك مانجا زي ما بيقولوا. Hotels and industries، وكمان بيجذب الهوتيلات وكمان الايه؟ السياحه. The festival، المهرجان ده is attended by VIPs including the city governor and ambassadors، وكمان ده بيكون في الناس اللي بتيجي المهرجان ده VIP، ناس مشهوره جدا، very important people يعني، وكمان بيجي في السفير وكمان السفراء. From all over the world، من العالم كله. The festival in held in بيكون فين؟ قال لك اغسطس، اوجست، اللي هو شهر اغسطس. اوجست. The underline it دي بتعود لمين؟ قلنا بتعود لمين؟ للفستيفال، المهرجان. The festival helps، بيساعد، بيساعد ايه طبعا؟ قال لك فوق بيساعد ال الإدوكيشن، التعليم، ميديسين، الدواء، لا، كامبنج، لا، بيساعد البيزنس، يعني الناس اللي جت تشتري. وات إز ذا مين أيديا أوف ذا تكست بقى؟ بيتكلموا عن إيه؟ طبعًا بيتكلموا أهو، بيتكلموا عن إسماعيلية مانجو فيستيفال، أول سطر، العنوان بتاعك.
هاو داز ذا جافانيس، ازاي بيحتفلوا بالحاجه دي؟ عند اوكي على فارس سيلبريت بيحتفلوا ذا فيستيفال ميني ايفنتس ساتش از مانجو تمام زي اوبن. طيب هم بيحتفلوا ازاي؟ او اتس سيبيتد تو ميني سيزون مانجو از وان اوف ذا روز فيستيفال هاز ميني ساتش از ايفنت. الاجابه في السطر الثالث اهو، او ذا فيستيفال هاز ميني يعني ليه احداث كثيره جدا زي ان هم بيعملوا مانجا، بيعملوا اشكال بالعبات على المانجا وهكذا، وكمان بيعملوا شكل موسيقي. دي الاجابه. رقم خمسه، Do you think the festival is very useful for the city؟ يعني تعتقد ان المهرجان ده مفيد للدوله؟ يس، او للمدينه صح. طب ليه؟ عشان طبعا الناس كتير جدا بتحضره. The festival is attended by VIP including city governorate and ambassadors from all over the world. دي اجابه. ممكن حد يقول لك مثلا it attracts more tourists and supports local business audience and industry. دي برضه اجابه ثانيه، واجابتين برضه صح، ان هي بتعمل دعم من خلال السياحه والصناعه وهكذا. To not means to help and encourage someone يبقى support، ولا encourage معناها يشجع، معناها ان حابب تشجع شخص ما يبقى support يدعم. A not is something هو عباره عن شيء ما that happens to you life in your life بتحصل في حياتك، بتعرف كيف بتتحمل الامتحانات اللي هي اسمها experience. It wasn't a dream انها ليس حلم. I was a week كنت مستيقظ. عاوز مضاف كلمه a week asleep، جات لك في الامتحان من شويه جات لك asleep عملناها a week، هنا جات لك a week asleep اللي هو المضاف بتاعها. The government الحكومة is going to new more schools هتعمل تجديد للمدارس. The suffix حاجة means to the new in into in to an adjective enable معناها تجديد، وجات لك برضه في امتحان الامتحانات. اللي يحل الامتحانات بتاعت المحافظات مفيش اسئله تطلع من هنا. Number 5 another person is a good at thinking of new ideas واحد بيفكر في افكار جديده يبقى creative مبدع. رقم 6 عندنا she worked hard to clean her room and the new art were amazing the result هي اشتغلت بجد عشان تنظف اوضتها وكانت النتيجه رائعه. نخش بعد كده في رقم 1 have you been to Cayo؟ yes I طبعا قلنا البي دي بنفكها الوز والوير تبقى yes I was. خد بالك اسئله الجرامر والله بتتعاد هي تاني، مفيش انت حتى لو ما ذاكرتش الجرامر مثال الحل حفظته. يعني بص بس على سبيل المثال رقم 2 انترستنج جاي من شويه هنشيل منها الاي دي الاي ان جي ونضيفها الاي دي عشان بيوصف شخص عاقل اللي هو الاي. اللي بعديها بوس احمد نور، طبعا نور ما بتاخدش بوس، نور بتاخد كلمه اسمها ايه؟ نيزار. ان نور بتاخد نيزا واور بتاخد ايزا وبوس تاخد ان. علي نقط زبين ده غلط a week in Aswan is his intention انها نيته، طبعا خلاص بقى كلمه نيه بقى ده الجمع بتاع اللي هو الام والايز والار تبقى is going to، وطبعا كلمه زبنت زي ما هي is going to زبنت. how about بيجي على فعل بلس اي ان جي how about watching، ممكن دي يكون دي اللي جديد عليك شويه، اما الباقي كله كان قديم. ان هاو اباوت بيجي على فعل بلس اي ان جي برضه بيتكلم عن اونلاين شوبينج، واونلاين شوبينج قايم بالاهميه. محافظه السويس تمام كده، دي من اخر المحافظات. المحافظه الخامسه ومحافظه السويس. أحمد meets a tourist in a shopping center. أحمد قابل سائح في مركز تسوق. رقم واحد سأله سؤال قال له yes this is my first visit to Egypt. طيب بس سؤال جرب yes و no قلنا نعمل ايه؟ ننفي كلمة yes دي ونحكي اسم اللي بعديها فنقول له is this احكي صواب يبقى is this your وكملت الجملة first طبعا قلبت كلمة بس ماي ليور first visit to Egypt نفس الجملة تحت بس قلبت عشان نجيب كلمة معنى هل من تحت. طيب رقم اثنين إجابة فبيقول له which places would you like to visit؟ إيه الأماكن اللي حابب تزورها في مصر؟ قول له أي حاجة بيراميدز بيراميدز ممكن تقول له لوكسور and أسوان أي أماكن في مصر. رقم ثلاثة فسأله سؤال قال له I'm going to stay here for
فور 2 ويكس، انا هقعد هنا لمده ايه اسبوعين. يبقى كام المده؟ كام المده اسمها ايه؟ هاو لونج. يعني لسه مش عارف اكمل اللي بعديها اعمل ايه. اعكس من تحت معلمتك يا باشمهندس. الاي تحول اليو والام تحول الار. وات هاو لونج ار يو؟ تمام كده. كملت الجمله بقى. جوينج تو ستي هير. اهو ادي السؤال اهو، كم المده هتقعد هنا؟ طيب رقم 3 رقم 4 اجابه. ففوق السؤال بيقول له وات ايجيبشن فود، الاماكن ايه الاكل المصري انت حابب تجربه؟ يعني ممكن تقول له ملوخيه. ملوخيه، اي حاجه انت عاوز تقول له، اي اكل مصري انت حابب تجربه مفيش مشكله. رقم 5 اجابه. فوق بيقول لك هاف ا نايس ستي ان ايجيبت ثانكس، شكرا، عشان ننهي الموضوع. اوكي طيب تعالى نخش بقى كيف السؤال بعديه. ذا بيتر معناها الافضل، ذا بيست الافضل، بس مش عارف اسمها ذا بيتر عشان انت عندك علم اصلا، دي اجابه خاطئه مش تختارها تماما. رول بتيجي مع كلمه اسمها رول موديل، تمام كده، يعني رقم رول موديل دي لو كلمه موديل تحطها معاها اللي هي رقم واحد. اهي بص بص كلمه موديل اهي هي رقم واحد، يعني ايه رول موديل؟ مثال قدوه نصيحه وكده، دي كانت جايه في احدى الامتحانات. كرييتيف معناها مبدع، وتشامبيون شيبس معناها بطولات. طيب رقم واحد عملناها شي از ماي رول موديل. رقم اثنين شي از نوت بيرسون، هو شخص حاجه. شي از نوت بيرسون ان ذا وورلد، هو شخص ممكن تقول مبدع او ذا بيست بيرسون، يبقى ذا بيست، خلينا في كلمه ذا بيست افضل. رقم ثلاثه شي يوز تو، طبعا بمشي قبليها، رقم ثلاثه ايه بمشي قبليها؟ شي يوز تو تيك بارت ان، هي هت اللهم صل على النبي، هي تكبر انها تشارك، هتشارك في ايه؟ في تشامبيون شيب، في بطوله. رقم اربعه شي الويز انكورج مي تو بي، هي دايما بتشجعني ان انا اكون كريتيف مبدع. القطعه ماي نيم از طارق، اسمي طارق. اي دو ويل ان سكول، انا شغال كويس جدا في الماس. اند بيبول ثينك اي ام سمارت بيكوز اوف ات، الناس فاكر ان انا ذكي عشان كده. بات ات ازنت تو، يعني ده مش حقيقه. In fact 3 years ago، من 3 سنوات، I had some hard time in school، كان عندي وقت سيء في المدرسه. I used to watch video games and wasted most of my time playing and chatting with my friends، كنت بضيع وقتي في لعب الالعاب و chatting، انا عملت شات مع صحابي طول الوقت. However I started to get serious about schools and made a few changes، عشان كده انا قلت لا هاخد قرار اخد جد شويه، وكمان هعمل زي بعض التغيرات في حياتي. First I decided I would become interested in whatever I learned، عشان كده انا ههتم بكل شيء اتعلمه. Then I started to work hard every day and never forgot، وكمان بيقول لك انا بدات ان انا اشتغل كل يوم بجد، ما انساش any of my school works، وما انساش اي حاجه من الحاجات اللي بعملها في المدرسه. Forgot معناها ينسى يعني او نسى. I said to myself I would never be a loser، قلت مش هكون خسران، مش هخسر ابدا. Finally I made a school more important than my friends، خليت الناس يعني اهم من صحابي and fun. After making these changes بعد هذا التغير، I became an active student in classroom discussions، بعد كده بقيت بخش في مناقشات المدرسه في الفصل يعني. Then my test scores begin to be higher، بدأت درجات المدرسة بتاعتي أو بدأت الامتحان تعلى. I still remember the first time that someone tried to bully me because I was smart. How exciting it seems to me that being smart is a symbol is simply a matter of working hard and being interested. After all I know that playing a new video game is hard work but it doesn't help you get successful or get a good job. بيقول لك يعني في النهايه انا كنت عارف ان الالعاب دي هي برضه حاجه بتاخد منك وقت، ولكن مش هخليك تحصل على وظيفه كويسه ولا هيساعدك ان انت كمان تبقى انسان كويس. The best start for this passage can be having fun، المتعه، having friends، عمل اصدقاء، how to waste your time، ازاي تضيع وقتك، how to be successful، ازاي تكون ناجح. طبعا الاجابه الاخيره طبعا ازاي تكون ناجح. becoming انك تصبح حاجه in whatever يبقى interested in، ايه الوعيده اللي بتيجي وهتلاقيها فوقك كانت موجوده.
لأن اللاين فوجت معناها ينسى، عاوزك أنت مزح المضاد remember تذكر. What did Tar used to do series ago؟ كان بيعمل إيه من 3 سنوات؟ لو دورنا على كلمة series ago أهي، I had some had hard time in school. I used to watch video games. النهاية تقعد تمشي كده لغاية لما كلمة إيه فيرنس دي تبقى الجملة كمطبعة. كم خمسة، in fear the advice that Tar wants to give us to ادينا النصيحة واسكو النصيحة اللي عاوز طارق يديها لك في القطع يعني. I after all that no I know that playing video games is hard working or hard work but it doesn't help you get a successful or get a good job. دي النصيحة اللي عاوزها لك، ان انك تلعب العاب دي شيء كويس ولكن ده مش هيخليك تحصل على وظيفة كويسة. Do you think Tar will get a good job؟ تعتقد ان Tar ده هيحصل على وظيفة كويسة؟ Yes. طب ليه؟ اي حاجه ممكن تقول ان هو بيكوز لانه طبعا دي جايه من دماغك، بيكوز هي ستادي هارد، هي ستادي هارد لان هو بيدرس بايه بجد يعني. هخش في الاجابه اللي بعديها. تيرن اوف از ذا انتم اوف، عندك اللي هو اسمها سويتش اون، انه انا تيرن اوف انا عندك سويتش اون انا شغال. A large park or open area which scientists study plants. خلاص بقى لك study plants يبقى botanical garden، باقي النباتية. A knot is a long seat for two people or more. عبارة عن long seat يعني مقعد كبير بيشيل اثنين او اكتر من كده، يبقى bench مقعد. You need انت محتاج حاجة for a smartphone or personal computer، انت محتاج حاجة تخش بيها على التليفون. Password كلمة السر. The word appear can be now in by adding appearance، أبي معناها يظهر، appearance معناها مظهر، ال A N C E. When I was little لما كنت صغير my parents noticed that I had dyslexia. أبويا اكتشف، يبقى discovered اكتشف إن عندي صعوبة القراءة أو الكتابة. نخش بعد كده قلنا ال was قلنا ال B دي بيفكر was aware neither of this necklace. يبقى was cheap أو is cheap يعني الاثنين صح، عملتها was أو is الاثنين صح، ممكن تكتبها was او از، ان هو ما حددلكش ان الجمله جمله ماضي ولا مضارع فعملناها من الاثنين تمشي معاك الاثنين صح. Last week ايه played the guitar in two concerts. امبارح ايه لعبت جيتار في حفلتين موسيقيتين، طبعا she was amazing، هي كانت مدهشه. You know it mustn't tell anyone about your friend's secret. I advise you، النصيحه يبقى you shouldn't. You shouldn't يعني بيقدر ينصحك، ما ممكن حد يخليها ماست، قلت لك ما تنخدعش بالاجابه، ما تنخدعش فيها، ما تقوليش ان ماست ماست، قلت لك انت مش عايز صغير عشان نخليك الجمله بالسهوله دي، لو عاوزها shouldn't او ممكن تخليها you don't have to، اجابتين صح على فكره، you don't have to برضه. اللي بعديها leave غلط، ان هو عشان في وقت بعديها تبقى leaves عشان ده زمن المضارع البسيط، ده كتير في الامتحانات. اللي بعديها بقى كلمه already بنحط كلمه اسمها ايه اختها اللي هي كلمه اسمها yet. طيب انا بتكلم عن يوم كوميونتي، ادي كام معايا يوم كوميونتي ده جالك المجتمع بتاعك جالك في كام جمله؟ ادي كام امتحان؟ ادي واحد تمام، يونان شومينج ادي اثنين، يونان شومينج الثاني برضه الكوميونتي ثلاثه، وبرضه السيتي برضه زي الكوميونتي ادي اربعه. تمام كده في اربع امتحانات جه موضوع الكوميونتي وجه بعد كده الاونلاين شومينج. تعالى بقى من الزمن اللي معاك اعلمك على اهم الاشياء اللي بتيجي في الامتحانات وخد بالك منها. اول حاجه عندنا دعم البرجافات، طبعا عندنا بيتكلم على الاونلاين شوبينج، خد بالك منها هعلمك عليها اهو، علمك عليها كده تعليمه عشان تاخد بالك منها، بيتكلم عن الاونلاين شوبينج. تمام نخليها في لون تاني اهو، يبقى ده خلاص راح خالص، خلينا في لون احمر اهو غامق. ده الاونلاين شوبينج سمثينج يو بوت اونلاين، شيء ماشي اونلاين. طبعا الموضوع عندك اهو، حد يجي يقول لي يا مستر معلش بس دقيقة واحدة أنا ما بعرفش أكتب باراجراف أعمل إيه؟ بص يا باشمهندس، أول حاجة تعمل تكتب باراجراف، الباراجراف ده بيبقى عبارة عن واحد قادر على إن هو يكتب موضوع تعبير، بتكتب جمل. أول حاجة تكون بتكتب جمل صح، بتكتب أول حاجة فاعل، فعل مفعول، يعني بتقول إيه؟ أي بوت أنا اشتريت، أو أي باي أنا بشتري إيه مثلا؟ كوفي ماشين، أو بشتري مثلا بايسكل عجلة، فبكتب الفاعل ثم فاعل ثم مفعول. ممكن أحط أتربت في النص
ممكن احط تابت في النص زي مثلا عندنا تابت زي بات اند وهكذا، بتكتب بتوحد الزمن، كتبت في الماضي تكتب في الماضي، كتبت في الماضي تكتب في الماضي، مش عارف تعمل ده كله احفظ يا باشمهندس. عندك اول باراجراف من المجالات المهمه او something you put online، ده اول حاجه. ثاني حاجه شورت ستوري ده بيجي ولكن بنسبه اقله، بنسبه قليله، تمام كده، يعني وجوده في الامتحانات بنسبه قليله برضه اعلنك عليه، بس ما تحطوش في دماغك قوي. يعني المهم عندنا اللي هو الايه، عندنا المهم اللي هو كان بتاع الاونلاين شوبينج. طيب ثالث حاجه بايوجرافي، خد بالك عن البايوجرافي ده، السيره الذاتيه غايه في الاهميه. البايوجرافي السيره الذاتيه عن شخص ما، اكتب عن محمد صلاح، اكتب عن والدك، اكتب عن اي حد. انا هجيب لك عن سميع الفتاح، وممكن تكتب انت عن شخص تاني او اي شخص. برضه من البايوجرافات المهمه جدا اهو عندك عن يوف فاميلي اهو، وعندك برضه من البايوجرافات الغايه في الاهميه عن يو سيتي، المدينه بتاعتك، عن يو سيتي المدينه، ناخد بالنا منها، افيزيت تو اسماعيليه، ممكن تكتب عن اي سيتي، عن اي مدينه انت عاوزها. بقى هديك ثلاثه مهمين، عن الشيء ما شئته اونلاين، سمثينج يو بوت اونلاين، عن شورت ستوري قصه قصيره، والبايوجرافي، تمام كده. طيب وفيزيت اسماعيليه بس خليك في المهمين اللي هو عن، اللهم صل على النبي، عن سم شيء شئته اونلاين، وعن البايوجرافي، والشورت ستوري خليه قليل جدا، والسيتي برضه خليه في دماغك قليل. يعني المهم عندك هو البايوجرافي والشيء الشيء اونلاين، اما بتاع المدينه والقصه القصيره حطهم بس في دماغك، لكن اهتم بالاول اتنين. طب لو جاك مستر جاك ازاي تساعد الكوميونتي، المجتمع بتاعك، برضه هبعته لك عشان ده جه في كذا امتحان، تمام كده، اللي هو بتاع الكوميونتي. كده دي اهم الباراجرافات الموجوده عندك، الشيء الشيء اونلاين وبايوجرافي والكوميونتي المجتمع. اما بالنسبه لمدينتك و شورت ستوري، دول بس حطهم زي ايه، زي احتياطي كده، لكن خليك في اهم ثلاثه دول. اقولهم تاني، شيء الشيء اونلاين، وكمان عندنا عن بايوجرافي وعن نيو كوميونتي، تمام كده. دول الثلاثه دول خش بيهم الامتحان، مهمين جدا. يلا أشوفك على خير إن شاء الله، وتفرحونا كده في امتحانكم. بالتوفيق يا شباب.